اليوم معكم صباح النور رشا جستاف. صباح النور. صباح الخير. كيف حالك؟ صباح الورد. انا اليوم حضر قالب حلوى لندني يعني كل شيء شوكليت مع منت بطريقه كثير حلوه ومهضومه. كنت عم تسأل شو هيدا اللون الاخضر؟ صحيح. فيست النعنع او معجون النعنع. صح. صباح الخير. واليوم رح نقدم لكم أفكار اليوم وغدا أفكار مقبلات قبل العشاء. يعني دائما منعرف شو بدنا نحضر كطبق أساسي, ولكن دائما منحتار شو بدنا نعمل قبله كمقبل. فاليوم رح نعمل شيء بالأكبلانت باذنجان بالباذنجان والكسكس. يعني إذا كانوا كتير طيبين نكتفي بالمقبلات إن شاء الله. نكون أخذنا عشاء خفيف. صباح النور وصباح الخير, واهلا وسهلا فيكم في مطبخنا, مطبخ ولا اشهى. تمام, رائع. نحن لكن اليوم عم نحضر مقبل, نعطيكم افكار عن المقبلات, لانه دائما عندنا مشكله, او بالاحرى انا بكون عندي مشكله انه بقرر شو هو الطبق الرئيسي, ولكن دائما بتحذر انه شو بدي اعمل كطبق مقبل قبل العشاء او قبل الطبق الرئيسي. فاليوم رح نقدم فكرة, وغدا سنقدم فكرة اخرى. ولكن الشيف نور اكيد مثل العادة بيحب يبلش من الصبح ويحليها, فتفضل شيف. اوكي, اليوم انا محضر قالب جاتو على طريقتي. عادة بلندن او بالتي تايم بحبوا ياكلوا هيدي القطعة الحلى اللي هي تشوكلت مع منت, اللي هو نعنع بالشوكولا. نعم. انا اليوم حولت هذه الطريقه لفكره قالب كيك, حفرجيكم شو بدي اعمل. يلا. اكيد هي المرحله على ثلاث مراحل. اول مرحله بنخبز الكيك, عاده كلنا صرنا بنعرف كيف نخبز كيك, هيدي اول مرحله رقيقه. صحيح. ثاني مرحله بدي استعمل حبيبات الشوكولا, حبيبات الشوكولا, وبدي استعمل الكريمه طازجة, كريم حيواني, وبدي استعمل صوص المنت اللي هو النعنع, مركز النعنع هاي الكمية. هو موجود في سوبر ماركت كمركز, في عدة ماركات موجودة بالسوق ممكن نشتريها بسهولة. صحيح. وبدي استعمل سكر الناعم مع جيلاتين الباودر, حطهم كلهم مع بعضهم. تعرف انا كثير بحبها هاي بالصيف, هيدا المركز. صحيح. نعناع بزيدوا على الماء الغازية بالصيف مع مكعبات ثلج, فبتنعنش ويعني بتزيد شوي من البرودة تبعت المياه. صحيح. هلا جيلاتين, بدي احكي شوي عن جيلاتين الباودر. هو عبارة الكريمة لما نحط له جيلاتين الباودر بيخلي الكريمة تتماسك معنا أسرع, ولما بدنا نترك القالب الحلوى برات البراد لساعات بيخلي هالكريمة تجمد, ما تسوح معنا أو يتغير شكل القالب. هلأ ضويت المكنة ولحضيف شوية شوكولا بس مشان تعطينكها. آخر شي برجع على البارد وبضيف, ترجع بزيد الكمية حبيبات الشوكولاتة السوداء. صحيح. بضيف الكمية اللي بدي إياها. هلأ خدرت الكيس ولح استعمل هيدا القالب. أكيد كل واحد عنده بالبيت أي قالب فيه يستعمله. أنا حابب استعمل هيدي الطريقة لفرجيكم كيف بيطلع شكل القالب. يعني رح يطلع لنا شكل مختلف. صحيح. هيدا موجود أكيد بالأسواق, وممكن اختيار القالب اللي متوفر لدينا في البيت, أو ممكن شوي يكون مبدعين بالأفكار. صحيح. والأشكال. هلا زيد السرعة. فوائد النعناع كثيرة جدا, وعم نشوف الوصفة هون. فالفوائد كثيرة جدا للنعناع, هو يساعد على الهضم, يساعد على كمان الالتهابات, هو لأنه في أنتي أوكسيدنتس وأنتي إنفلاماتري مضاد للأكسدة, وفي كمان مضاد للالتهابات, فبيساعد جدا للي عندهم مشاكل بالمعدة أو بالمفاصل, فهذا أكيد شيء بيساعد. شكرا شيف. النعناع موجود في جميع الأسواق. شكرا شيف. عفوا شيف. هلا هولي بالمرحلة الثانية حفرجيكم شو بدي أعمل كيف نزين القالب. هلا صار عندي المزيج جاهز, لحضيف كمية الشوكولا اللي أنا بدي إياها. حطها كل حط.
هاي شوكليت مع الموس صارت. رح اخفقهم على البارد. مجرد صحيح قلبهم على بعض بس. هلا بستعمل الكيس لح هاي حطينا المزيج بالكيس. رح افرجيكم شو حاعمل هون. كنا عم نجري ونراقب بحذر وتأني وانتباه. صحيح. يلا هلا بلش وقت الجد. بنحط الموس بهالطريقه داير من دار. برجع بستعمل الاسفنج وبكبس اسفنج الشوكولاته. صحيح. بكبس تضغطه. صحيح. وبرجع منضيف الشوكولا اللي هو احلى مادة دسمي عندي اليوم. تذكرناك يا امين. عند امين. هاي بنحط الشوكولا. نرجع منضيف اسفنجي تاني فوق منها. نرجع بنحط الموس بهالطريقة. انا بهالمرحلة بدنا نبي الفراغات. صحيح. بهالمرحلة بكتفي شايف وبروح لعندك. الحمد لله ترك لي شوية وقت. صحيح. رح نحضر نحن اليوم طبقنا بالباذنجان، الباذنجان اللي بدنا نحشيه والمكونات موجودة قدامكم هون. الباذنجان بناخذها لكن ونقطعها بالوسط ومنفرغها من الوسط. فيكم تعملوها بطريقتين، إما نقطع لها الرأس ومنفرغها بالمعلقة، أو بنخلي لها الرأس الأخضر. أنا بفضل خلي الرأس الأخضر لأنه بيكون شكلها أحلى لما بدنا نقدمها بالطبق. فبملعقة ممكن أنه نشيل داخل الباذنجان وصارت الباذنجانة عنا شبه جاهزة. يلي بدنا نعمله هلأ كمان مع الباذنجانة أنه زيت الزيتون. ترى اوكي زيت الزيتون يعمل لك الازعاج يا شيف كيف. ايه هو هيك بيعمل لي بحل مقاطعه وازعاج كل شيء بدنا. فهاي بنمسح فيها زيت الزيتون من داخلها. وبدنا نزيد لها الكمون. يعني هلا بدنا نزيد لها الكمون. من الأشياء المهمة هلأ بالوصفة تبعيتنا أنه بدنا ندخلهم إلى الفرن حتى تنطهى جيدا، ومنحمل الفرن على درجة 240 وبدنا ندخلهم إلى الفرن لمدة 20 دقيقة. من المهم جدا أنه الباذنجان ينطهي جيدا عنا، لأنه في مادة توجد في الباذنجان اسمها السولانين، والسولانين مادي إذا ما بنتخلص منها بالفرن والطهي الجيد ممكن أنها تكون سامة أو نتعرض لسوء الهضم. فمفروض ما ناكلها ني. منرش الكمون على داخل الحبات. بدك ساعدك شيف؟ يلا بدك طلع لي الصينية اللي حضرتها أنا تحت إذا بتريد. أوكي. هاي الإزاز. الجات. نعم. أوكي. فالجات اللي جاهز ليدخل إلى الفرن. فالكمون. هلا كمان الخطوة التالية اللي بدنا نسويها إنه أكيد لما بنحطهم بنحط الرأس لفوق. إيه. ولكن بدنا نغلفها. أنا فينا نحطه مثل ما بدنا. بدنا نغلفها بورق القصدير أو الألومنيوم. آه بدك تخسر الرطوبة. أكيد حتى تنطهى جيدا. بدنا نلزقه ببعض نشوفه. يلا خذ وحدة. لا لا كل وحده كل حبه بحبتها. كل حبه بحبتها. ومثل ما قلت لكم 240 درجه. اوكي خلص هلا مش رح يساعوا هدول هلا. الى الفرن 20 دقيقه 240 وبكون انطهوا. بالوقت كمان اللي بدنا نحضره هو رح نحضر الكسكس. الكسكس بدنا نحضره وبدنا نقطع باقي الخضار والمكونات، وبدنا بعدها رح نخبركم شو بدنا نعمل الخطوات التاليه فيما بعد. وبنكون هلا بنرجع مع امين هنيك. امين هنيك والله. ولا اشهى ولا اشهى. ديما 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 شهيه ولا اشهره دائما ابداع. عامل لك شيء بالشوكولا اليوم انا. عامل لك شيء تشوكلت اليوم. شوكولا ومنت معناها حاجه ابداع.
واهلا وسهلا فيكم مره اخرى في مطبخنا مطبخ ولا اشهى. تمام. صباح النور. نحن اليوم هلا الخطوات رح تتوالى سريعا. رح نبتدي بالتحضيرات اللي عنا. نحن طلعنا الباذنجان من الفرن بعد 20 دقيقة على حرارة 240. هلأ بدنا نخفف درجة الحرارة تبعت الفرن للميتين وبنتركه داير ولح نحضر ما يلي. لكن بمقلات القليل من الزيت وبدنا نضيف عليها البصل اللي قطعناه صغير فهاي عنا البصل. بدأنا بتقلية البصل سريعا لأنه بعد البصل بده ينتهي عدة مرات. يعني هاي أول مرة رح ننتهي ولح بعدين يدخل على الفرن رح تشوفوا كيف. ونحن تذكروا بالوصفة طالبين 3 حبات من الباذنجان ففي الحبة الثالثة قطعناها قطع مكعبات صغيرة. يعني بتستفيد من القالب الباذنجان. من القالب والباذنجان الثاني يعني أوكي. الثالثة اللي ضلت عنا. صحيح. هاي كمان بدنا ندخلها على البصل وبدنا نقليها. دائما ضروري كنا عم نحكي قلي أو طبخ الباذنجان مثل ما هو البطاطس لأنه بيحتوي نفس اثنيناتهم على مادي سامي بعض الشيء هي اسمها سولانين وموجودة دائما بالبطاطا بالطماطم وبالباذنجان. فالمقادير هلا فينا نتابعها على الشاشة بناخد تليفون ومنصور على السريع. طالما هدول شوي عم بيتقلوا أنا عندي بعض تحضيرات أخرى. التحضيرات الأخرى اللي هي عندي هون الكسكس نقعته. اللي حضرته نقعته يعني دائما الكسكس حبات الكسكس نفس كمية المياه. يعني إذا كنا عم نستخدم 200 جرام من الكسكس نحط 200 جرام من الماء الساخن أو المغلي وممكن أكيد نبهر ونملح أسرع على كيفنا. أسرع لا ما في أسرع أنت خطيل الوقت أبي شوف شو الدنيا عمل اليوم. لا حط لك كمان شوية ملح هون. أسرع لا بدنا نطيها صح. نحط فلفل هون ومنحط فلفل هون منقدر دايما الكسكس نطعمه حسب رغبتنا. بدي ضيف على الكسكس شايف كيف نحن فتتناه. بدنا نضيف عليه التالي الفتة يلي قطعناها وفرفطناها يعني وبدي ضيف عليها الملح والفلفل وكمان في عندي حصين من الثوم. شكرا شيف. شو غلطان يا شيف رافضة تنزل. يلا المشاهدين ناطرين بدي شوفوا شو بدي اعمل. يلا يلا لحقين اخذت كثير انت وقت قبل. في عنا عصير مرة بالسنتين اللي قلطوا. عنا عصير اللومي يلي عصرناها وفي عنا البقدونس اللي قطعناه. رح بلش اخلط انت قلب لي هدول لنشوف لانه بدنا ندخلهم على هيدي الخلطه. أوكي. اللي هون قالوا بعد بدهم شوي فانا قلبت المواد هاي. هدول بدي اطيهم بعد ارجع اخلطهم مع الكسكس ونرجع نحشيهم ويدخلوا على الفرن على لمده ربع ساعه على حراره 200 يعني خفضناها من 240 الى 200. شكرا شيف. لاك عيش. هيدا القالب اللي حضرته بالفقرة الأولى رح فرجيكم شو حعمل. امشوا نتسلى شوي ونروح مع الأشياء المهضومة نحاول. يعني بتقصد أنه عم سويه مش مهم؟ لا نحن عم نقول مهضومة ومش مهضوم ومش لذيذ. صحيح. شلنا أول جلدة وهلأ تاني جلدة صار القالب. هيدا هو الجيلاتين. شو عمل فيه؟ رح نعم الداير بهالطريقة شايف ما أحلى شكله ونحطه على الجريل. هلأ هيدا المزيج اللي هو عبارة عن شوكولا أبيض مع القطر مع الجلوكوز منضيفه لنزين القالب فيه
واكيد ما ننسى نستعمل هيدا اللون ما بكتر. حرك شوي، ما بحاول احرك كتير كرمال الطبيط الفقاعات ما يكونون بقلب هالمزيج بهالطريقة. أمي شايف كيف ما اللون صار؟ هلا حنتسلى هون شوي بهالطريقة. هيدي أحلى فقرة عندي. نتأكد من كل الدائر. وأنا شايف الستوري كيف عم تركب عند أمين. هلا بشيل الزيادة منه بهالطريقة. بس يجمد بنحاول نشيله بهالطريقة هون، ننظف شوي. هلا حاستعمل هيدا المزيج او هيدا الشيء اللي انا عم بستعمله، هو مثل ملبس صغير مثل السكر، حبيبات السكر شكلهم كريات. رح زين الدائر. يعني افكار التزيين ترجع لكل شخص صحيح حسب شو متوفر عنده. صحيح، بنشيل الزيادات ونحاول نزين. عم بتزين له طرف صغير صح من تحت بهالطريقة. كل ما نحن استعملنا افكار جديدة، كل ما نحن ميزنا حالنا بالقوالب. التنويع مهم وضروري بالمطبخ. صحيح، أنا أؤمن جدا أنه الأكل ثقافي وهي جزء لا يتجزأ من ثقافتنا. صحيح. هاي هيدا صار جاهز بعد في تزيين؟ أكيد ما خلصنا يعني. محضر واحد قبل الاحتيال. صحيح. بدلنا صحيح ما بي ولا مرة بيقول لي غلط. أكيد ليش بدي غلطك؟ شو بعمل لك بهاي؟ حطها على جنب. شفتي؟ بس تعذب خليك تساعدني. بنحط كريمة طازجة، أنا خفقتها قبل بوقت وبدي استعمل لزين الوجه. هلا بنقص الكيس بنشوف هون شو حاعمل. الكاميرا حتاخدها. الكاميرا عم تاخد هون كمان ولا ما حدا مهتم؟ يعني دايما شيف نور بيسرق الأجواء كلياتها. أكيد بتزيينه بقوالبه. ومناخد النعنع، ناخد الراس، بنحطها على القالب من فوق، بنزين حبتين شوكولا وصار ولا أشهى. واو فاجأتني. لكن نحن صرنا بالثواني الأخيرة من فقرتنا. خلطت لكن الباذنجان اللي طبخناه مع البصل وبدنا نملي الباذنجان اللي كمان دخلناه على الفرن، وبدنا ندخله مثل ما قلت لكم ربع ساعة على درجة 200، وبنقدم لكم اياه بنهاية الحلقة إن شاء الله. فلكن نرجع منتابع فقرات برنامجنا برنامج صباح النور، ونروح لعند وعد وأمين. متابعة جيدة. أمين شو رأيك، راضي عنا اليوم؟ شو راضي عليك خويا، حاجة إبداع الجاتو. ليه وحتى هكا الشكل على المسج. طيب نحن خلينا نشوف وين وصلنا معاكم بعد. لكن ما خلصنا الشيف نور بعد ما خلص. لا خلصت ما سوى شيء. لكن بس اللمسات النهائية، لكن طلعنا الباذنجان من الفرن بعد ما حطيناه حوالي ربع ساعة، شوية بقدونس من رشة عليهم، وبدنا أكيد نزين وبدنا نطعم المزيد اللي طبخنا بحبات الرمان على الباذنجان يلي شويناها مرتين
مرة بدون الحشوي ومرة مع الحشوي، ومنقول لكم ولا أشهى. حاولت أسرق الوقت هلأ لأنه بعرف أنه مجرد الشيف نور بفرجيكم شو عمل، أنا ما بقعد إلي دور بالمرة. يا هلأ حفرجيكم شو حنعمل. نزين الصحن يعني بس حتى لا تقهروا أكثر لأمين. أكيد رح نقص. بالعكس. واو تركيز تركيز تام مع القص. وهي لكن عنا الحلوى اللندنية بالشوكولاتة والنعناع، والشيف نور اليوم بدع مثل العادي مثل العادي. لكن منقلكن حاولوا هيدا الطبق، ومنأمل انه تنوعوا مائدتكم بالألوان والطعمات اللذيذة. صحيح. شكرا يا شيف. شكرا يا شيف. شكرا. يعطيكم صحة على اليوم. شكرا لكم على هالأطباق الجميلة جدا.